المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صحتكم بالدنيا. تمنياتي لكم دائما بدوام الصحة والعافية. في حلقة ماضية بدينا الحديث عن سرطان الثدي، ويمكن لظروف طارئة ما قدرنا نستكمل الحلقة الأسبوع الماضي، لكن الأسبوع ده إن شاء الله حنواصل في النقطة اللي وقفنا فيها عن سرطان الثدي، وتكلمنا على نقاط كثيرة وعديدة، ووعدنا المشاهد الكريم بأننا هنستوفي بقية النقاط إن شاء الله حتى تكمل الصورة أمام الناس، وتكون بعد ذاك الوقاية حاضرة في أذهان الناس. وده طبعا كان في ظل الأكتوبر الوردي، لكن ده ما معناته أنه نحن ما نتكلم عن سرطان الثدي في بقية الشهور السنة، ودي من الحاجات المهمة لازم الناس تكون التوعية فيها حاضرة في كل زمان وفي كل مكان. مع بعض برحب بضيفة الكريمة بتشرفني المرة الثانية، دكتورة عايدة حسين، استشارة الجراحة العامة جراحة الثدي والمناظير. مرحب بك دكتورة عايدة، مساء الخير وشكرا على تشريفك لنا. مساء النور وشكرا على الاستضافة، وبنحيي المشاهدين الكرام، ويعني بنشكر قناة الخرطوم على اهتمامها بموضوع أورام الثدي. مرحبا بك. هنتابع تقرير بسيط عشان نذكر الناس بالكلام اللي قلناه في الحلقة الماضية، ونبدأ حلقتنا بمشاهد الله. سرطان الثدي هو مرض قد يصيب النساء بالتحديد، ولكنه قد يصيب الرجال أيضا وإن كان بنسبة أقل بكثير. معظم الكتل التي يتم اكتشافها في الثدي ليست خبيثة، ومع ذلك فإن العلامة المبكرة الأكثر شيوعاً للإصابة بمرض سرطان الثدي لدى النساء والرجال على حد سواء هي ظهور كتل أو تكثف من نسيج الثدي. هذه الكتلة غير مؤلمة غالباً، وتشتمل عدة علامات أخرى مثل إفرازات من الحلمة أو نزول دم أو تراجع الحلمة. وعملية تشخيص سرطان الثدي عند النساء للشابات تحت سن 40 عاماً معقدة أكثر، لأن نسيج الثدي عندهن عادة يكون أكثر كثافة من النساء الأكبر، بالإضافة إلى أن أورام سرطان الثدي عند النساء الشابات يمكن أن يكون أكثر شراسة إن وجد. وبعد الاكتشاف الإصابة هناك اختبارات إضافية تساعد على اكتشاف ما إن كان السرطان قد انتشر خارج الثدي أم لا، وهذه العملية تحدد مرحلة سرطان الثدي والتي تعتمد على حجم الورم، وما إذا كانت الخلايا السرطانية قد انتشرت إلى أجزاء أخرى من الجسم أم لا، وعلى النتائج الواردة من الورم. وأيضا اختبارات الدم واختبارات تصوير الثدي وإجراء اختبارات أخرى بالتصوير. ويرجع الأطباء أسباب الإصابة بالمرض على عدة عوامل، من أهمها الوراثة، عيوب جينية أخرى، ومعظم العيوب الجينية ذات الصلة بمرض سرطان الثدي لا تنتقل بالوراثة، وقد تكون نتيجة للتعرض للأشعة بقرض العلاج في منطقة الصدر في مرحلة الطفولة أو المراهقة. بعض العوامل البيئية قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض. وهنالك بعض عوامل الخطر التي تزيد من نسبة الإصابة بالمرض، مثل الجنس والعمر، وعوامل أخرى مثل التدخين وسوء التغذية، الوزن الزائد، الحيض المبكر، الوصول إلى سن اليأس متأخراً، التعرض للإشعاعات والعلاج بالهرمونات، وكثافة عالية في نسيج الثدي بالتصوير الإشعاعي وغيرها. مع كل هذا يصبح اتخاذ قرار بشأن برنامج علاجي غير سهل، ويفضل التشاور مع الفريق الطبي حول خيارات العلاج المتاحة لكل مرحلة من مراحل المرض. وغالبا النساء تخضع لعمليات جراحية لاستئصال الثدي بالإضافة إلى العلاج الكيماوي والإشعاعي أو العلاج الهرموني وغيرها.
من جديد برحب بكم مشاهدي الاعزاء في صحتكم بالدنيا. وزي ما قلت في البدايه حنواصل حديثنا عن سرطان الثدي في نقاط اخرى مختلفه مع ضيفتي الكريمه دكتوره عايده حسين استشاري الجراحه العامه وجراحه الثدي وجراحه المناظير. من جديد برحب بك دكتوره عايده. ويمكن في سؤال كان مفروض يعني نبدا به اي حلقه من حلقات سرطان الثدي، ليه التركيز على سرطان الثدي؟ لماذا سرطان الثدي؟ مع انه في سرطانات اخرى قد تكون قاتله ومميته او اكثر خطوره مثلا من سرطان الثدي، لكن الناس فردوا مساحه لسرطان الثدي بصوره كبيره جدا. سؤالك وجيه جدا جدا استاذه سوسن. ويعني انا ذاتي طبعا كنت اخصائي جراحه عامه، خلاني انه اتخصص جراحه ثدي اول حاجه كثرت الاعداد الناس الإصابات كتير. يعني معروف عالميا أنه أول سرطان يصيب النساء هو سرطان الثدي. يعني زي ما قلنا الحلقة الفاتت، واحدة من كل 8 سيدات بتصاب بسرطان الثدي في فترة من فترات حياتها، فده خلى أنه سرطان الثدي يكون مهم. الشيء الثاني يعني برضو ده الشيء اللي خلاني انه انا يعني امشي في المجال بتاع جراحه الثدي وامشي في التوعيه، انه الناس بيجوا في مراحل متاخره. الشيء المهم في حكايه المراحل المتاخره دي انه الوحده اذا جات في مرحله مبكره بتتعالج. يعني احنا قلنا نسبه العلاج والبقاء في الحياه في الناس المرحله الاولى كم 90%. نسبة العلاج والبقاء في الحياة الخمس سنين بالنسبة للمرحلة الثانية كم 80%. لما نجي للمرحلة الثالثة والرابعة، المرحلة الثالثة طوالي بتبقى نسبة البقاء في الحياة كم 40%، والمرحلة الرابعة بتبقى نسبة البقاء 18%. فبيبقى الناس يعني يشتغلوا في التوعية بتاعت أورام الثدي دي. ليه؟ لأنه حاجة نحن كان عرفناها مبكر بتتعالج. بتتعالج وبتزيد نسبة بقاء الوحدة في الحياة. فعشان كده بعدين الثدي يعني جزء ظاهر وسهل جدا جدا إنه الوحدة تتحسسه وإنه الوحدة تعرف إنه في حاجة غريبة. العالم كله ماشي قدام بشنو؟ بجهاز الأشعة بتاعت الثدي. جهاز الأشعة بتاعت الثدي خلى الناس بتتكلم عن أورام الثدي الغير محسوسة. يعني قبل ما الوحدة تحسها وقبل ما الوحدة تحس إنه عندها شيء ما طبيعي في الثدي بتاعها، لما الناس إذا عملوا صورة الثدي في عمر 40 سنة بالنسبة لكل الناس وعمر 35 سنة للناس اللي عندهم عوامل خطورة، يعني عندهم مثلا في العائلة زول عنده سرطان في الثدي أو الوحدة ما أنجبت أو أنجبت ما رضعت أو جات الدورة بدري شديد جدا وانتهت منها متأخر، كل الناس اللي عندهم عوامل الخطورة دي المفروض نعمل لهم صورة الأشعة دي في عمر 35 سنة. فبيقى العالم كله شنو؟ انه يعني بيكتشف سرطان الثدي مبكر وبيعالجه، بتبقى نسبة البقاء في الحياة كبيرة جدا جدا. فده اللي خلى انه العالم كله يفرد شهر اكتوبر كله للتوعية بأورام الثدي. يعني عالميا الحاجة دي عالمية، شهر اكتوبر كلها للتوعية للكشف المبكر بأورام الثدي. نعم، يعني زي ما أنت تفضلت وقلتي فعلا إنه يعني السيدة ممكن بشوية اهتمام بسيط ممكن تتحسس فعلا الثدي حقها زي ما حسيت. نجي نعرف بعد شوية الكشف الذاتي هي حتقوم به وكيف وتعمل وكيف ومتين وفيات وقت، يبقى بالتالي ممكن فعلا يعني تقلل على نفسها مشاكل كثيرة. برضو قلنا إنه في عوامل بتاعت خطورة، يعني ما في أسباب واضحة، ما في أسباب. لكن في عوامل بتشكل خطورة. أيوة. على السيدة زي ما انت تفضلت وذكرت منها جزء كبير جدا. يعني انا حسب ذكرت الجزء يعني عوامل الخطورة، انا دائما بتكلم عن انه الحاجات اللي ما بتتغير، يعني كون انه الوحدة انثى، كون انه كل يوم عمره بيزيد، مع زيادة العمر زيادة نسبة التعرض للأورام بيزيد. زي ما قلنا الوحدة اللي عندها في الأسرة زول عنده سرطان في الثدي، الزول اللي جاته دورة بدري جدا وانتهت منه متأخر، بعض الأورام الحميدة الناس إذا ما عالجوها بتتحول لأورام خبيثة، دي حاجات تغييرها صعب. الحاجات اللي احنا بنقدر نغيرها اللي هو إنه الوحدة الماء أنجبت كله بتكون معرضة أكثر من غيرها لسرطان الثدي، أنجبت بعد سن 30، أنجبت وما رضعت،
النازل بياخدوا الحبوب بتاعت مناع الحمل لفترة طويلة وبدون متابعة، يعني أكثر من 5 سنين حبوب مناع الحمل معروفة إنها بتسبب الأورام. النازل بياخدوا الهرمونات التعويضية، يعني الهرمونات التعويضية دي معروفة إنه في أوروبا لقوا إنها بتزيد نسبة سرطان الثدي ب 20%، ولما وقفوها قل بنسبة 20%. فدي كلها من الحاجات بعد عوامل الخطورة، زيادة خصوصا بعد سن سن 40، عدم الحركة وعدم الرياضة، دي كلها من الحاجات اللي بتخلي إنه الوحدة عندها يعني عامل من عوامل الخطورة. فده كلهم المفروض الناس يعملوا لهم الصوره بتاعت الاشعه في سن 35 سنه. بقيه الناس المفروض يعملوها في سن 40 سنه ويشوفوا اختصاصي، وبعد ذاك بيوريوني انه المفروض يعيدوها بعد كم. في برضه حديث يا دكتور عن مزيلات العرق، الناس بتتكلم عنها، في برضه ناس بيتكلموا عن الواقي بتاع الشمس باعتبار انه برضه ممكن، يعني في بقت اقوال كثيره وفي احاديث كثيره بتطلع، لكن هل الحاجات دي يعني المثبت اللي هي كريمات التجميل اللي فيها هرمون الاستروجين، يعني كريمات التجميل او مواد التجميل كلها، يعني زي الناس لقوا انه فيها نسبه من الهرمون بتاع الاستروجين. من الحاجات الثانيه برضو حمالات الصدر اللي فيها حديده، دي الحديده دي مؤذيه جدا جدا يعني، وبتكون يعني ضاره. من الحاجات الثانية اللي ما ذكرناها برضو يعني نوع التغذية، الناس تتجنب الكربوهيدرات الكثيرة لأنها برضه بتزيد الوزن وبتزيد نسبة التعرض للسرطان. برضو يعني الأكل يكون متوازن، يكون يعني الناس تخيلوا الصحن كده على شكل مربع يكون فيه ربع بروتينات وربع خضروات ربع فواكه وربع كربوهيدرات، يعني الاكل ما يكون كله حاجه واحده، ما يكون فيه الدهون تكون نسبه بسيطه جدا والسكريات نسبه بسيطه جدا. وكل ما زاد عمر الواحده كل ما تنقص في الدهون وتنقص في الكربوهيدرات، تكثر الفواكه والخضروات. نعم. طيب نجي نشوف، تكلمنا على المراحل الاربعه بتاعت سرطان الثدي، بدينا التشخيص تكلمنا عنه كيف بدينا يتم التشخيص. نبدا رحله العلاج. طيب. العلاج طبعا فيه كلام برضو كثير جدا وفيه يعني اختلافات كثيره. أيوه. في ناس بتعالجوا بالهرمونات، في ناس بتعالجوا بالاشعه، في ناس بتعالجوا بالكيماوي، في ناس جراحه ومعاه كل الحاجات دي، في ناس جراحه ومعاهم حاجات ثانيه، في ناس بيشيلوا جزء من الثدي، في ناس كل الثدي. فالاختلافات دي بتجي من وين وتحديد العلاج بيجي كيف؟ طيب سرطان الثدي يعني مجموعة من الأمراض، ما مرض واحد. يعني الناس لما جو درسوه وفتشوه لقوا إنه في كمية يعني أنواع مختلفة من سرطان الثدي. ده غير المرحلة، برضو العلاج بيعتمد على المرحلة وعلى عمر الوحدة. فعموما كشي عام في المستقبلات بتاعت أورام الثدي دي، فدائما لما نشيل العينة بالإبرة العريضة ونفحصها بنشوف المستقبلات دي. الناس اللي بتكون المستقبلات بتاعتهم الثلاثة سالبة ديل لازم ياخدوا الكيمائي بالأول، يعني لما ياخدوا الكيمائي بالأول بيكون علاجهم أحسن. برضو الناس اللي عندهم سرطان الثدي الالتهابي اللي هو بيجي الثدي كأنه ملتهب، يعني الواحد كأنه ملتهب لكن لا في حمى ما في كده، لكن في احمرار وفي تضخم وكده، ده برضو لازم الناس يبتدوا بالكيمائي. نجي للمراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية علاجهم جراحي. يعني المرحلة الأولى ممكن نشيل الورم ونشيل حوالينه زي سنتيمتر، والمرحلة الثانية ممكن نشيل الورم برضو حوالينه سنتيمتر، وبرضو بالإضافة لإزالة الغدد الليمفاوية في الأباط مع إبقاء الثدي. يعني كل الكلام حسة بتاع الكشف المبكر ده عشان الوحدة تحافظ على الثدي بتاعها. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية غالبا ممكن الناس تشيل الورم وتشيل الغدد الليمفاوية في الأباط إذا كانت متضخمة، وإذا كانت ما متضخمة بنحقن مادة يعني في بداية العملية أو مثلا ليلة العملية، وبنجي برضو نفتح الأباط ونشوف إنه المادة دي الغدد الليمفاوية شالتها ولا لا. إذا الغدد الليمفاوية شالتها
بنشيل زي 10 غدد، وإذا ما شالتها بس بنشيل 2 3 كده تعتبر كعينة. فغالبا المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية علاج جراحي، يعني بنزيل الورم ونزيل الغدد الليمفاوية، وبعد ذاك تاني بيتم فحص العينة تاني. يعني دائما المرضى وأهلهم يقوموا يقولوا لي يا أخي إحنا ما فحصنا، نفحص تاني. نفحص تاني لأسباب كثيرة. أول حاجة نتأكد إنه أن إحنا شلنا حوالين الورم، لازم بالعين المجردة نشيل حوالي 1 سنتيمتر حوالين الورم. بالمايكروسكوب لما يجي يشوفوها، احنا ما قلنا اصلا سرطان الثدي مشكلته شنو؟ انه قابل للانتشار، قابل لانه يدخل في الخلايا اللي حوالينه. فلما نيجي يشوفوها بالمايكروسكوب مقبول لغايه 2 مليمتر من الورم، يعني احنا نكون شايلين خلايا طبيعيه اكثر من الورم ب 2 مليمتر، ده مقبول تمام. بيجي بعد ذاك الغدد الليمفاويه، زي ما قلنا ممكن نشيل 3 أو 4 غدد اذا كان ما متضخمه، واذا كان حقن الماده وهي ما شالت الصبغه ممكن نشيل زي 3 4 غدد ليمفاويه. اذا كانت متضخمه او كنا بالفحص يعني في الصور الاشعه شافوها متضخمه وشكلها يعني فيها تغيرات خبيثه، او شلناها و كان شلنا منها عينة بالإبرة الرفيعة أو بالإبرة العريضة ولقينا إن فيها ورم، بيبقى لازم على الأقل نشيل 10 غدد ليمفاوية عشان نتأكد انتشار المرض. بعدين أهمية الغدد الليمفاوية دي بتجي في شنو؟ بتجي في إنه نوع العلاج. بعدين لو بقت في أكتر من 3 غدد ليمفاوية فيها الورم، بيبقى لازم الوحدة تاخد علاج بالأشعة وتاخد علاج بالكيمائي. وطبعا الآنسة أو السيد الماشي إن الثدي كله لازم باقي الثدي ياخد أشعة، عشان شنو؟ في القابلية بتاعت إنها الورم يسهر تاني. فلازم تاخد أشعة على الثدي. لو ما شلنا الثدي كله، شلنا الورم بس وشلنا حوالينه، فلازم الوحدة تاخد أشعة على الثدي. فبيبقى بعد ذاك بيبقوا ناس المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة، اللي هو ديل طوالي نوديهم ياخذوا العلاج الكيمائي. في البداية، في البداية ده عشان يتجمع مثلا، عشان ايه؟ ايوه، عشان يقلل الورم، بيقلل الورم وقلل المرحلة. يعني بيجونا ناس كتار مثلا بالورم 10 سنتيمتر، الواحدة لما تاخذ الجرعة الكيمائية بيبقى الورم يرجع 2 سنتيمتر. في واحدين الورم بيروح كله كله، نيجي نفتش وما نلقاه. تمام. فبيبقى انه اللي بيجوا في المرحله الثالثه والمرحله الرابعه دي لازم يمشوا ياخذوا العلاج الكيمائي بالاول، وبعد ما يستجيبوا للعلاج الكيمائي بنجي. يعني عندنا حالات، يعني بعد ما الوحده كانت مثلا في المرحله الثالثه المرحله الرابعه واخذت الكيمائي والورم يتحصر، بعد ده برضه جينا شلنا الورم بس ما شلنا الثدي. ففي كتار يعني حكايه شيل الثدي دي ما بيقبلوها ابدا. فممكن بعد ذاك برضه نشيل الورم، ومع المتابعه طبعا اللصيقه، يعني مع العلاجات دي كلها المتابعه في السنتين الاوائل، بنشوف الوحده كل 3 شهور. لازم كل 3 شهور تيجي. لو ما شلنا الثدي كله بنقوم نعمل صورة الأشعة دي كل 6 شهور للثديين، لأنه في السنة الأولى يعني احتمال إنه الورم يرجع أكبر. في السنتين الأوائل بنعمل صورة الأشعة كل 6 شهور للثديين. بعد ذاك بعد السنتين الأوائل دي ما يمروا شوية، الناس بيشيلوا نفسهم، بيحسوا إنهم عدوا المرحلة الصعبة. بعد ذاك بتبقى المتابعة كل سنة، نعمل صورة أشعة على الثديين كل سنة. إذا شلنا للوحدة الثدي فبيبقى متابعة الثدي الثاني صورة بالأشعة كل سنة، يعني ما بنحتاج 6 شهور ثاني إننا نشيل نعمل صورة. أحيانا بيكون الورم في الثديين مع بعض يا دكتور. أيوة أيوة أيوة. بتكون خطرة شديدة. أول حاجة في زي ما قلت لك أورام الثدي، يعني هي كمية من الأورام. ففي نوع اللي هو بيجي في الغدد، يعني أورام الثدي احنا في بداية الحلقة المرة اللي فاتت قلنا في جزء بيجي في مجاري اللبن. أيوة. وفي جزء بيجي في الغدد. أيوة. اللي بيجي في الغدد ده من خصائصه انه بيجي في الثديين مع بعض. تمام. يعني هو زي 10% من أورام الثدي كلها، او يعني ما كثير، لكن من خصائصه انه بيجي في الثديين.
فعشان كده احنا لما نيجي نشخص لازم اذا الواحد شاكي من ثدي لازم نصور الثديين سوا مع بعض عشان نتاكد انه في من البدايه وقت التشخيص انه الورم ده كان في ثدي واحد ولا كان في ثديين. الشيء الثاني بعض المرات يعني بيكون الوحده قعدت بالورم زمن طويل ويكون انتشر للثدي الثاني. بيحصل يعني من الثدي الاول انتشر للثدي الثاني، فممكن في الحالتين يعني حتى في المجاري اللبنيه ممكن يجي في الثديين. احيانا السيده بتكون حامل ويحصل لها الورم ده يا دكتوره. ايوه دي بتكون افتكر حاله خاصه وحاله خطيره كمان. ايوه يعني انا بنبه الاخوات انه الوحده اذا حامل او بترضع برضه ما تهمل اي كتله تظهر لها في الثدي، لانه مع الحمل طبعا بيبتدي الثدي يتضخم ايوه وبكون فيه الام وكده، والوحده ما يمكن يعني ما تستوعب سريع انه في حاجه حصلت في الثدي، لكن لازم يعني الوحده اذا حست باي شيء في الثدي او يعني برضو اخواننا في النساء والولاده والقابلات برضو يعني احنا دربنا حس كميه من القابلات ومن اطباء المجتمع والاطباء العموميين انه مع الكشف بتاع الحمل لازم يعملوا كشف للثديين. لانه اذا حصل ورم في الحمل بيكون خطر شويه. لانه بتكون الهرمونات بتساعد على نمو الورم. فالصعب في الحمل اكتشافه. اذا الناس اكتشفوه العلاج سهل. أثناء الحمل ممكن تتعالج ولا الحمل ولا بتتعالج ولا العلاج اللي بعد لا الولادة؟ لا أثناء الحمل بتتعالج يعني ما بأثر على الجنين في المرحلة الأولى. الحمل طبعا بينقسمه على ثلاثة فترات. الفترة الأولى اللي هي 3 شهور الأولى، والفترة الثانية 3 شهور الثانية، وبعدين في الثلاثة شهور الأولى إذا الوحدة جات بورم في المرحلة الأولى، المرحلة الثانية ممكن أعمل الجراحة وما في أي خطورة عليها. يعني يعني اذا جات في المرحله الاولى الثانيه. الوحده اذا جات في المرحله الثالثه الرابعه دي ما طبعا المفروض يمشي ياخذوا كيمائي. ايوه في الثلاثة شهور الاولى العلاج الكيمائي بيكون في خطوره على الطفل وممكن يمشي للطفل، لكن اليوم الوحده دخلت الجزء الثاني من الحمل يعني الرابع طوالي ممكن تاخذ الكيمائي، وعندنا حالات كثيره جدا يعني الوحده بتاخذ الكيمائي والورم بيتحصر، وبعد ما الورم يتحصر بعد ذاك بنيجي نعمل العمليه. يعني بعض مرات في وحدين بعد ما يلدوا حتى نعمل العمليه، يعني بتكون الوحده خلال الحمل مثلا جات في الشهر الرابع واخذت الكيمائي ده مثلا اخذ معاه 6 شهور تقوم تلد ولادتها عاديه، بعد الولاده ممكن نعمل العمليه ثانيه. نعمل العمليه. فبيحصل يعني مع الحمل ومع الرضاعه. فالناس لازم تكون منتبهه يعني الاخوات نفسهم واطباء النساء والتوليد والقابلات، يعني الناس يركزوا برضه خلال الكشف الدوري بتاعهم انه يكشفوا على الثدي. دي جزئيه مهمه. في حكايه ملك الطفل ترع لامه في صدرها. ايوه. تحصل حاله التهابيه وقالت له هو ترع عليها او تدش عليها او كان عليها في صدرها وكده. فدي حاجات طبعا اهلنا الكبار الله يديهم العافيه بيفسروا الحاجات دي براهم. ايوه. فدي ممكن تحصل برضو، لكن بتكون هي عباره عن هي هم بس انا ما عارفه ترع دي جابوها من وين، لكن اغلبيه الالتهابات في الثدي بتحصل من فم الطفل. الفم ده يعني فيه كمية من الميكروبات رهيبة جدا. مع انه طفل صغير. رغم انه طفل صغير وكده، لكن الفم اصلا بطبيعته فيه كمية من الميكروبات كثيرة جدا. فغالبا بيكون يعني من فم الطفل، احتمال الوحدة يكون عندها شك في الحلم صغير او كده هي ما جايبة خبره، فبيحصل الالتهاب. فطبعا دي حاجة التهابية وما عندها علاقة بالاورام وكده. لكن يعني بتحصل كثير. أيوة. الناس برضو تاخذ بالها، الناس تاخذ بالها، بتفسر يعني التفسيرات يعني بتاعت المجتمع التراثية. أيوة. والمعتقدات اللي نحن عايشين فيها. طيب دكتور حس احنا دخلنا في حته بتاعت العلاجات، نيجي نشوف الحته بتاعت الانتكاسه بتحصل ليه. طيب يعني في ناس يعني بعد مده طويله من العلاج واستمرت ليه بتحصل الانتكاسه مره ثانيه؟ الاسباب شنو؟ في واحدين بيقولوا انه الحمل مره ثانيه لو حملت بعد العمليات والعلاجات ممكن هرمونات ترجع ثاني وتسبب انتكاسه.
في واحدين تاني بيقولوا مثلا يعني الاستئصال ما كان من الاول، او الجراحه في حد ذاتها الناس بيفتكروا انه المشرط ده بيزيد الورم وحينتشر، فليه بتحصل الانتكاسه مره ثانيه؟ طيب نخلص العلاج عشان بعدك نوري انه الوحده لو قطعت حاجه او العلاج برضه في العلاج الهرموني. ايوه. وبرضه بيعتمد على المستقبلات بتاعت الوحده، فالمستقبلات موجبه فدي بتستفيد من العلاج الهرموني. والعلاج الهرموني ذاته نوعين، في التاموكسيفين ده اللي هو بيدوه للناس اللي قبل ما تنقطع منهم الدوره، وفي الاليترازول ولا ده بيدوه للناس اللي بعد ما انقطعت منهم الدوره. العلاج الهرموني ده يعني الناس بياخدوه من سنتين لخمس سنين. ليه؟ لانه متوقعين انه الوحده هي عندها قابليه انها يجيها سرطان ثدي، وهم متوقعين انه يحصل انه يرجع. عشان كده بيدوا العلاج الهرموني والعلاج الكيمائي ده كله بيدوه عشان ما يقلل نسبه انه الورم يرجع في الخمس سنين الاولى. غير العلاج الهرموني والعلاج الكيمائي، في العلاج المناعي اللي هو علاج غالي جدا جدا، وبرضه بيعتمد انه زول يديه يدوه للمريضه برضه على المستقبلات بتاعتها. اذا المستقبلات بتاعتها موجبه بتبقى انها بتستفيد خالص من العلاج ده، وده بتاخده لمده سنه، حقنه واحده لمده سنه، وعلاج مكلف جدا جدا. يعني حتى لدرجه انه في لجنه في لجنه تحدد انه الناس يعني اللي بيستفيدوا منه منه، ودائما بيدوا للناس الاعمارهم صغيره لانه الناس بيكونوا داري لهم فتره بقاء اطول، وبرضه عشان هرموناتهم النشطه برضه بيتوقعوا انه ممكن يرجع الورم تاني. بيبقى اذا الوحده اخذت كل العلاجات، برضه في العلاج بالاشعه. العلاج بالاشعه قبل قلنا بنديه اذا الوحده يعني اكثر عندها اكثر من ثلاثه غدد لمفاويه فيها الورم. أيوة. وفي معادلات يعني ناس بتحسب بها انه احتمال انه الورم يرجع قدر شنو. عشان كده بقوموا حتى لو شلنا الثدي بعد مرات بندي اشعه للمنطقه بتاعت الثدي عشان ما يرجع ثاني. اذا الناس عملت الاحتياطات دي كلها بيبقى نسبه رجوع الورم ثاني صغيره جدا جدا. لكن برضه بعد مرات بيرجع. ايوه كويس. بيرجع ليه؟ لانه يعني بعد مرات ممكن زي ما قلت لك في الجراحه بكون مطلوب مننا انه نشيل سنتيمتر كامل حوالينا اقل شيء. يعني بالعين المجرده كده الزول يكون شايف سنتيمتر كامل. فبعد مرات لما نيجي يشوفوها بالميكروسكوب بيلقوا اي انت شلت سنتيمتر انت الشيء شايفه لكن اقل. ايوه بالميكروسكوب طلع بالميكروسكوب طلع اقل. ايوه. ففي بعض الاحيان بنعمل عمليه ثانيه، يعني لما يجي يقول لك والله يا اخي الورم ده قريب من الحته اللي انت شلتها او كده، لازم الزول يرجع ثاني ويشيل الحته القريبه دي، لانه اهم شيء في العمليه انه ما يكون في شيء بضل او ما يكون قريب لغايه 2 ملم مقبوله. يعني بالعين المجرده سنتيمتر لكن بالمايكروسكوب 2 ملم. فلازم يعني يتاكدوا الناس في الجراحه انه اتشال كويس، ويتاكدوا انه الغدد الليمفاويه على الاقل اتشالت 10. 10 دي خدتينها يعني يعني كحد يمكن ادنى. ففي بعض الاحيان انت اذا شلت 10 غدد ليمفاويه وحسيت انه في غدد مصابه لسه برضه تشيلها. يعني احنا دائما بنكون دايرين نشيل شنو؟ يعني هم قد ايش يا دكتوره؟ يعني ممكن يكون لغايه 45 غده. فنحن نكون دايرين نشيل اكبر عدد اكبر عدد مصاب ممكن. يعني دائما بنكون مرتاحين. يعني مثلا لو لما تعمل جراحه ويقول لك 10 من 10 تاخدي في بالك انه احتمال في واحده ولا اثنين فيهم اصابه انا ما شلتهم. فدايما الزول بيكون داير يشيل شنو؟ عدد اكبر من الـ من الـ 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 يعني فيه الورم او منتشر فيه الورم. وده كله طبعا ان احنا بالكشف المبكر، يعني كل ما كشفنا مبكر كل ما كان عدد الغدد الليمفاويه المصابه اقل او ما مصابه خالص او كده.
برضو من أسباب الرجوع إنه يعني في بعض الأحيان، طبعا إحنا عندنا المرضى لذيذين جدا جدا، يعني واحدة بتكون دايرة العملية مدار الكيماوي، وواحدة دايرة العملية مدار الإشعاع، وكل زول بيكون عنده حاجة في راسه، عنده رأي براه. عنده رأي. وبعدين يعني برضو الزول لو كلمك برأيه يمكن انت تحاولي يعني تأثري عليه او كده. ففي واحدين مثلا تعملي العملية وتقوم تقول لهم خلاص تمشي تاخدوا الكيماوي وكده، واحدة براها تطبق ورقك ذاك. يعني انا واحدة من النسوان يعني مشت جاتني عظيم بعد 4 5 سنين الورم رجع تاني، قلت لها انت انا ما حولتك للكيماوي، قلت له اهديك الورقة ما طبقت فيه مطبقتي، ما مشت. طبقت الورقة حطيتها في مطبقتها ومشت، عرفتي؟ فمهم جدا انه الناس يعرفوا العلاج ده متكامل، يعني لازم الجراحة مع الكيمائي مع الهرمون إذا الوحدة يعني جسمها بيستقبله، مع الأشعة، مع حتى لو العلاج المناعي ده، يعني لازم ياخدوا العلاج كله متكامل. فيعني دي هي من أكثر الأسباب اللي بتسبب الرجوع، إنه الواحد ما ياخد العلاج كامل ايوه أو كده. في بعض المعروف انه الاورام المستقبلات بتاعتها كلها سالبه، الثلاثه سالبه دي، معروف انها عندها يعني هي مقاومه للعلاج اكثر، وانها قابليه انها ترجع اكثر، يعني يعني معروف طبيعتك، طبيعه الورم هو طبيعة كده ذاته. الورم نفسه. طبيعه الورم. طيب هل الحمل عنده دور؟ يعني واحدة سيدة عملت عملية وخدت علاجات وكل شيء، وبعد ذاك يعني تزوجت وده تكمل حياتها يعني كسيدة، هل له دور؟ يعني نسمع كثير انه والله بمجرد ما حملت وولدت طوالي رجع الورم وانتكست، وفي واحدين يعني توفاهم والله يعني. ايوه، ما يعني حاسه العلاج المصاحب ده اللي هو الهرمون اللي بيدوه لمده 5 سنين ده، هو بيوقف الدوره خالص، فبيمنع انه الوحده تلد في ال5 سنين الاولى. فال يعني مفروض يعني انه الوحده يكونوا مفهمينها انها هي مثلا في فتره ال5 سنين الاولى ما تحمل، لانه الحمل هينشط الهرمونات وقد ينشط الورم معاه وكده. فمعروف ان الوحده اذا اصيبت بسرطان الثدي المفروض ال5 سنين الاولى ما تحمل، وبعد ذاك يعني برضه باستشاره الطبيب، يعني لما تجي تقابل الطبيب ووريها انها ممكن تحمل وكده. يعني في ناس بنقول لهم لا ما تحملي كله كله بعد كده، خصوصا الناس المستقبلات بتاعتهم سالبه، يعني ديل بعد ده الوحده بنقول لها مثلا اذا هي والده قبل كده نقول لها خلاص ما شاء الله كويس يعني كده. فده بيجيبني لحكاية العيادة المشتركة. يعني احنا كان عندنا العيادة المشتركة وانشئت في مستشفى الخرطوم سنة 2008، بدأنا بس بثلاثة، يعني كنت أنا وأخصائي الأشعة وأخصائي الأنسجة المريضة. وبعد ذاك 2010 انضموا لنا ناس الأورام، وبعد 2010 كبرت جدا العيادة المشتركة، يعني انضموا لنا معالجين نفسيين، وديل ساعدونا كتير جدا جدا. شفتي حكاية انه الوحدة ما دايرة عملية ولا ما دايرة كيماي صحيح. ولا كده، يعني ساعدونا كتير جدا يفهموا الوحدة انه هي احنا حاسة دايرين نعمل لك كده ليه. يعني بعد ذاك تاني ناس انضموا لنا، ناس الصيدلة السريرية وناس تجميل. علم الجينات والتجميل كانوا معانا من 2010، يعني 2010 ناس دكتور أحمد سعيد برضو يعني انضم لنا، كان لأنه بعض الأحيان بيكون الجرح كبير جدا جدا عشان تغطيه، ولازم تجيبي عضلة من حتة تانية أو تجيبي يعني تجيبي خلايا من جزء تاني من الجسم عشان تغطي بيه الجريحة أو كده. فكان معانا ناس جراحة التجميل برضو، وناس كان معانا دكتور عماد فضل المولى برضو في علوم الجينات برضو، لأنه في جزء كبير جدا بيتوارث، فبنكون بعض المرات دارين نفحص باقي الأسرة، خصوصا لو جاي يعني السرطان ده في عمر صغير، فلازم نشوف باقي الأسرة إنه نسبة احتمال إصابتهم بالسرطان اللي قدام كيف. هل صحيح يا دكتورة في فحوصات توريكي إنه الزول ده يعني عنده استعداد لإنه يجيه سرطان ولا لا؟ أيوة
ايوه يعني في حاجة كوقاية ممكن الزول يعمله. ايوه ما يعني حاسه مثلا اذا الواحد جهز سرطان في عمر صغير، خصوصا الناس الاقل من عمر 35 سنه، مفروض الناس ايه يفحصوا الجينات. ففي جين بتاع البراكا ده اسمه براكا 1 وبراكا 2، فديل اذا لقوه عندهم فبيكونوا معرضين اكتر للاصابه بسرطان الثدي. وده اكتر واحده مشهوره في العالم الممثله انجلينا جولي، فهي كانت لقت انه عندها البراكا ده وشالت الثديين مع بعض وعملت تجميل، ويعني عاشت حياتها تاني طبيعيه جدا جدا. فيعني برضه يعني أيوة. مهمه جدا حكايه الفحص بالدم بيظهر، بيشيلوا يعني بيشيلوا زي مسحه من الفم او من الدم او من اي جزء من الخلايا بتاع الجسم الزول، يعني نعم. ممكن يعني يفحصوا الجين نعم. ده. طب مهم جدا نوري الكشف الذاتي يا دكتور، احنا بس تكلمنا في العلاج والمراحل والانتكاسه وكله، لكن انا مهم جدا انه كتوعيه نوري الكشف الذاتي بيكون كيف وبيكون متين وفي التوقيت والسيده تعمله كيف عشان ما تقدر هي بنفسها تكتشف الحاجه دي بدري. احنا بالنسبه لنا في السودان مهم جدا الكشف الذاتي ده. في العالم كله بيتكلموا لك عن انه يعني انه بلخبط، او يعني مثلا بيجيب نسبه نساء اكثر للكشف. ان احنا ممكن نسميه انه الواحده تكون واعيه بالسدي حقها، واعيه بالشيء الطبيعي حقها شنو، عشان اول ما حصل تغيير هي تقوم تجي للعلاج. طيب الكشف الذاتي ده بيكون كيف؟ اول واحده، اول حاجه الواحده بتعمله بعد ما تنتهي منها الدوره الشهريه، يعني خامس يوم من انتهاء الدوره الشهريه هي بتعمل الكشف ده. الكشف الذاتي عنده مراحل، يعني في مرحله بتاعت النظر، وفي مرحله بتاعت اللمس، وفي المرحله بتاعت الواحده تكشف على الحلم والابطين. المرحله بتاعت النظر لازم الواحده يكون عندها مرايه، واحده يكون عندها مرايه في الحمام في اوضه نومه كده من الوسط لفوق، تكون ما لابسه حاجه وتقوم تعاين تشوف شكل الثديين وشكل الحلمة وشكل الجلد، وترفع يدينا فوق راسها تشوف انه في حاجة غطست في حاجة برزت، برضو تخد يدينا في وسطها وتضغط تتأكد برضو انه في ورم غطس في ورم ظهر. دي المرحلة بتاعت النظر، يعني بتعاين بس بعينها تتأكد من الحكاية دي. تجي المرحلة بتاعت اللمس، في ناس يقول لك ترقد يدخل تلاقي تحتك في الجزء اللي انت دايره تفحصيه زي ملايه، او ترفع المخده شويه، الناس يقول لك تعملي انت في الحمام انت واقفه. المهم في كل الاوضاع الواحده ممكن تعملها دي، تكشف بيدها فاتحه، تكشف بيدها فاتحه كده، لكن الواحده اذا مسكت السدي كده هتلقى فيه تلقى ترابين وهتتوهم، لكن براحه اليد. ايوه براحه اليد، ايوه تتحسس الواحده تتحسس. وبعدين يعني تخد في بالها انه السدي ده زي ساعه، فتبتدي من حته معينه وتتحسس السدي كله، يعني من لغايه ما اذا بدات في الساعه 12 توصل الساعه 12 ترجع في محلها ثاني، تمشي مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، مريح بالنسبه لي. بعد ما تحسست السدي ده كله، السدي احنا نعتبره زي الاربع شافتهم، تقوم في الاخر تعصر الحلمه عصره بسيطه كده تتاكد انه فيها افراز ولا لا. بعد ما انتهت من كده تقوم برضو تتحسس الاباط اليمين باليد الشمال، والاباط برضو تتاكد انه في ورم ولا لا. طيب السؤال دايما بيقول لك طيب ها الوحده اذا حامل او بترضع او اتقطعت منها الدوره دي، تحدد لها يوم في الشهر. يعني تقول مثلا اول جمعه في الشهر، اول خميس في الشهر، يوم واحد في الشهر، تحدد لها يوم هي تعمل الكشف الذاتي ده. فالوحده المفروض تعمله في الشهر مره، وكده بتكون واعيه بالسدي بتاعها. يعني الفهم ان الوحده تبتدي من عمرها 18 20 سنه تبقى هي واعيه بالسدي بتاعها شكله كيف، عشان بعد ذاك اذا حصل فيه اي تغيير هي تكتشفه بدري. احيانا بعض المرات بيكون الصدر كبير وتقيل، السيده يمكن ما طبعا ديل صعب، صعب تعمل ديل صعب، حتى الكشف الطبي صعب. يعني السدي لما يكون كبير ويكون هنا، لكن الزول اذا عرف الطبيعي بعد ذاك سهل جدا انه يعرف لو في حاجه زادت.
وبعد مرات اذا الثدي بقى كبير او كده بيكون يعني بننصحها انه تمشي المراكز الصحيه جنبها او كده، ايوه يعني ممكن يوروها انه الشيء ده طبيعي، محتاجه موجات صوتيه، محتاجه ايوه اشعه لو عمرها فوق سن ال40 كده. ايوه في دراسات بتقول انه يعني كل ما زاد حجم الثدي وكده بيكون اكثر عرضه للاصابه باورام الثدي. فناس شويه الناس الثدي الكبير او برضه الثدي اللي فيه سماكه، يعني ده لما تعمل صوره اشعه برضه بيكون في تسهر فيه، فده بيكون يعني بنشوفه اكتر من الناس العاديين يعني. طب ده كان شيء مهم جدا، انا كنت عاوزه الناس تعرفه وتركز مهم عليه، جدا مهم مهم جدا جدا. كل سيدة انا تعرفه. برضو انبه لانه انا عندي فيديو في اليوتيوب، اذا الوحده كتبت بريس سيلف اكزامينيشن سودان بيجيها وديها الفيديو ده، وفيه بالتفصيل يعني طريقه الكشف وكده. وكان عندنا واحده متبرعه اللي جت صعوبه في انه زول صح يعني يتبرع. فكانت في واحده متبرعه قالت لي ده مش للتعليم وللهنا، قلت لها فقامت اتبرعت بانه تعمل بنشكرها يعني، اتبرعت بانها هي تجيب وعملت لنا الكشف ده وكده. نعم. بعدين انا اصبحت المعلومات متاحة للجميع، يعني ايوه اي زول داير اي معلومة بيقدر يتحصل بلقاه عليها بلقاه. بسهولة جدا اي ويشوفها. اي فالناس اتطورت وماشيين في اي تطور ان شاء الله، ايوه ايوه ونحن كمان بإذن الله في السودان متطورين دائما ان شاء ان الله شاء الله. يعني جراحات الثدي او سرطان الثدي او كل السرطانات الآن في كل العالم أصبحت العلاجات متطورة، الحمد طرق لله التشخيص أيضا بقت متطورة، الحمد لله نحمد الحمد الله لله. كثير. أي امبارح كان عندنا جلسة مع الناجيات، فواحدة من اللي اتعالجت معانا يعني عملت لها العملية، ما كنت شلت الأسد شلت الورم، وقامت قدرت تمشي تاخذ الأشعة في القاهرة، فمش دخل عملتها في القاهرة. فقام الدكتور قال لها انتي عملتي العملية دي عندنا هنا؟ قامت قالت لها دي عملتها في السودان، عملت لي دكتور عايدة وستي كمان. لا انتوا اتطورتوا خالص. بجد يعني في السودان الناس عندنا ناس عظماء جدا، الحمد لله وعندنا مستوى من الكوادر عالي جدا. ممكن في حبة حاجات شوية الناس لو قدرت توفرها، أنا متأكد أنه الناس هتتجه للسودان في يوم من الأيام في مسألة العلاجات دي. فيعني كل الناس اللي بيكونوا مهتمين بأمر الطب في السودان والحريصين على تطور هذا المجال وإنهم يدخلوا معينات يعني متطورة وحديثة وجديدة زيها وزي البرة، ما بتختلف في شيء. ده اللي احنا بنشكرهم وبنقدم لهم تحية إجلال وتقدير. مشكورة جزيل الشكر دكتورة عايدة، ما قصرتي يعني قدمتي معلومات أنا بفتكر كافية ووافية. أي زول عنده سؤال في باله بفتكر إنه غطيناه من خلال الحلقتين اللي قلناهم إن شاء دي إن الله شاء الله. إن شاء الله يمكن نعمل حلقة عن جراحات تجميل الثدي ممكن ونوري الناس الثدي ده بيحصل فيه شنو. ما شرط يعني حس الآن في العالم يا دكتورة ما شرط اللي يكون في ورم أو في سرطان، حتى جراحات الثدي بقت علمي بذاته، تكبير الثدي تصغير الثدي لدواعي علاجية أو دواعي تجميلية بقى الآن متاح حتى في السودان. في حاجتين يعني، في الجراحات التجميلية اللي هي التصغير والتكبير وكده، دي من الجراحات المعروفة. برضو حتى جراحة الثدي للأورام يعني في حاجة اسمها الأونكوبلاستيك سيرجري، أنا ما عارفة بالعربي ترجمتها شنو، اللي هو الجراحة أنت تشيل الورم وتحافظ على شكل تحافظ على الثدي. شكل الثدي. فدي برضو أنا مشيت كنت حضرتها مؤتمر جراحة الثدي في أمريكا، وحضرتها كان في كورس عملناه هناك على أساس أنه مهما تقدم الورم الناس تحافظ على شكل الثدي وكده. شكل الثدي نعم. فدي واحدة من الجراحات برضو، فزي ما قلت ممكن نناقشها. ممكن نستفيد لها إن شاء الله. شكرا لك كثير دكتورة عايدة حسين، استشاري الجراحة العامة وجراحة الثدي وجراحة المناظير. بشكرك جزيل الشكر وعجز عن شكرك. وبرضو دكتورة وصال، أستاذة وصال ما قصرت معنا في الجانب النفسي، وعندهم طبعا مجموعة المبادرات النسائية من المجموعات المساهمة جدا ونشطة جدا في مجال سرطان الثدي، وزيها كثير من المساهمات والمبادرات الأخرى. إن شاء الله نتعاون مع بعض في نشر الوعي بإذن الله تعالى دكتورة عايدة، ويعني الناس محتاجة أكيد.
شكرا لك كثير. أكيد بنشكر فضائية الخرطوم على اهتمامها وعلى إفراد الزمن ده يعني للموضوع شكرا. المهم جدا ده، نعم وإن شاء الله زي ما قلت نتعاون، يعني دوركم في الإعلام ما هين إن شاء الله. يعني، ومع المبادرات النسوية ومع كل المبادرات، مبادرات نعم يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن شكرا الله. لكل اللي تابعونا عبر هذه الحلقة من صحتكم بالدنيا، وبقول دائما تذكروا إنه صحتكم بالدنيا. تحياتي وكل الفريق العامل، في أمان الله.